شتو البركه اللي كانت بكري؟ البركه والدينا واحد يخدم في الدار وعندنا غا كاع 7 8 10 12 ما كانش زوج بكري. زوج اللي لقى عندهم زوج ماتوا لهم 12 يقول لك ماتوا لنا، ما كانش زوج، غير الغاشي في الدار وزوج بيوت والضيق، ويجي يجي خالكم فرنسا يجي لعندكم وكاع ياكلوا وكاع فرحانين. علاش؟ هو واحد برك اللي يخدم في الدار يخرج ويجي العشيه. كانت البركه هذا الهاف هذا اللي رانا عايشينه ولينا نستمتعوا بدمار الاخرين. شفت واحد كي يطلع له يطلع الضاله باش انا نفرح، لو كان فرضا انا الضاله ديالي العاليه، وكان فرضا انت تطلع الضاله ديالك عليا واش دير؟ الاصل انه نزيد نطلع، لا نبدا نعيط لهم باش يجوا يريبوا لك الاربانيز، ما عندوش البرمي، نفرح كي يريبوا لك. افرحوا بي، ما نحبش الناس تشاركني في الانجازات، نحب يشاركوني في الاخفاقات. ولذلك الان كما نقول لهم يعني بواقع نعيشوه، زعما قلت لهم انا كي تروح تريسيتي حاجه الاولى اللي نديروها وشنو؟ نخرجوا نطلوا ولا رحت لهم كاع ونفرحوا كي تروح لهم، زعما قد ما تروح قد ما نفرح. زيد تروح شامانا في الفرح بالكور، بعد نعيط لاختي باب الزوار الله اكبر الرقدي يا مرا نرقدوا منها نرقدوا اليوم، فهمت؟ شكون نفرحوا. ولذلك اشوف الامهات الان راهم يتعذبوا مع اولادهم في القرايه، باش بالقرايه، والله ما بالقرايه، عباك باش يتعذبوا بالنتائج، نموتوا على النتائج، نموتوا غير على النتائج. ما زعما وليدي راهو فاهم ويعرف يقرا وعلى بالي بلي التاريخ مازالو طويل، لا النتيجه شحال دا يقدر يدي 8، نقول له صح وليدي، تعيط لخوتها تعيط لمرت خوها، ولا شحال دات رميسه؟ دات 9، تعطيه بسقله، قول له شاف هم فاتوك يا الجايح، والدور على وليدها. لذلك كش رانا عايشين ولينا تطلع لازم الكرازي هذاك باش انت تطلع، وبعد هاد النبولات هادو مثلا نعيشو بهم دوك في الشركه باش يطلع لازم يبيع، وبعد هما بوانتاش او خرج على 3 باش يديروا له بلان، وانت تطلع شاف سيرفيس، وبعد الجار كيف وبعد هذاك لقاه ما شاء الله ولادو كاع قاريين شغل تقلق، وبعد لقيت وليدو يتكيف الحمد لله يا ربي يتكيف وليدو، تسمى ماشي غير وليدي. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا في الجانب النفسي، اذا عمت خفت هكذاك. ولذلك الان لازم نعاودوا نحييوا هذاك المجتمع تاع الوالدين، مجتمع تاع ما نقدرش انا هيا روح نسقسيكم، حنا في مرحله تاع امتحانات وهدوا الامتحانات صح؟ هيا روح، وعندنا اولاد، هيا عندنا كي نقول لك ربي يبارك واش عندنا اولاد، انا راح نقري ولادي انايا في الدار والدار معاهم وخرا ودير وخرج له لي سيجي كيما انت كيف، لكن لا قال نجيو نتكلموا على المخدرات على الشباب ديالنا. لذلك كل واحد يشارك حتى الحضور ديالك راهو تشجيع. اتصور يا جو 5 عباد نديروا احنا ماشي مشكل، بصح 5 عباد وين رحنا؟ ولايات، رحنا ولايات، شت ولايه؟ قطعنا ولايات وما غادي يحضر لك صف واحد. لماذا؟ السؤال الثاني او اللمسه الثانيه أننا نعيش بسياسة الأزمات. سياسة الأزمات واش معناتها سياسة الأزمات؟ معناتها ما نفكروش حتى نطيحوا في المشكل. تلقى الإنسان يقول لك أنا خاطيني أنا ولادي الحمد لله، صح لو كان يصرى له مشكل يولي يحوس عليك. يولي يحوس عليك لأنه عنده مشكل راهو دار في المخدرات. ولذلك نحتاج إلى أن نفكر في الحلول قبل وقوع المشاكل. نفكروا في الحلول، أنا الدور ديالي حتى وكان أنا ماشي مزوج، حتى وكان ربي ما رزقنيش دراري. انا واش نقدر ندير في المجتمع؟ واش البصمه ديالي في هذا المجتمع؟ واش انا كبير يا سيدي خلاص ديت انا مثليت ولادي مزوجين في ديارهم، هاد الشباب اللي راهم يدوروا علاش ما نحسش باللي هادو ما ولادنا؟ هيا نتكلموا معاهم، والله غير كلمه تبدل الانسان. تصور تجي يوم القيامه في الصحيفه ديالك تلقى انسان صلى عندك، انت شحال في عمرك؟ 70 سنه، شحال صليت؟ صليت 50 سنه، تجي يوم القيامه تلقى عندك باللي عندك 200 سنه صلاه، تقول له يا ربي انا عشت 70 سنه. لا على بالك هذوك ال 200 سنه، هذوك العباد انت كنت سبب في ادخالهم للمسجد، كنت سبب في انقاذ انسان، انسان مخدرات راح ينتحر تقول له غير كلمه واش خصك؟ وعلاش راك دير هكذا؟ باسلوبك الخاص تقول له كلمه، تبعث له فيديو، تبارطاجي له حاجه تنقذ انسان، وهذا الامر اللي رانا هذا الشيء اللي راه يشجعنا. هذا الشيء اللي راه يشجعنا وانت راك تمشي في الطريق يحبسك واحد، قلت لك يا شيخ والله غير تبدلت حياتي، يا شيخ قعد لي غير شويه. مرة واحد عيط لي كان راح يقتل واحد، كان راح يقتل واحد غدوة من ذاك، قال لي ولا ما تلاقيتش بك اليوم غدوة نقتلو، تسمى لا تقتلني انت راح يقتلني انا ومن بعد، تسمى لازم نتلاقى به. المهم تلاقيت به والحمد لله، كنا سبب في انقاذ نفس. ولذلك الان كل واحد فينا عنده دور،
كل واحد فينا عنده دور. الأمر الثالث من ناحية الكلام عن المجتمع المدني، راح نتكلموا عن التربية، ما راحش نطولكم في التربية، لكن حبينا نقولوا إلى كل أب، مليح تخلي لولادك، مليح راك دير تخدم تهمبر ودير باش تقول علاش راك دير هكذا، يقول لك ماذا بيا نخلي لهم، بصح مليح كانت تخلي فيهم، أن تترك في أولادك لا لأولادك. حنا الهم ديالنا على بالك منطلق التربية راه مبني على منطلق بناء الأسرة. شت الأب الدور ديالو شنو؟ الخبزة. هذه الخبزة هي اللي مشكلة، هي اللي خلات الهوة بين الأولاد، ما نعرفوش ولادنا. لما يجيني واحد للمكتب أنا كمستشار نفسي وتربوي، لما يجيني واحد أنا للمكتب، السلام عليكم والسلام ورحمة الله، وليدي راه يعاني من المخدرات، شحال عنده؟ عنده 5 سنين، أنت وقتاش عرفت؟ عندي شهر، غيبوبة تربوية. هذا أي إنسان أو يعيش غيبوبة تربوية. راك في الكومة، من ناحية التربية راك في الكومة، لماذا؟ كيفاش أنت ما تعرفش وليدك 5 سنين؟ كيفاش قلت 3 سنوات هذا وين عرفت؟ 4 سنوات باش هذا وين تعرف؟ لماذا؟ لأنه أنت التركيز ديالك على التغذية ماشي على التربية. وكل شرب لبس وجري جري 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 جري، ومن بعد نتلاقاو الولد أو ومن بعد يقول لك ما على باليش أنا الله غالب أنا نخدم نروح منا ونجي منا. ولذلك الإنسان لازم يفكر. نصيحة صغيرة هكذا وندخلوا في الموضوع، نصيحة صغيرة تربويا يعني شغل السر، نقدر نقولوا حنا كاين نصائح شغل عملية ماهوش بنين على كتابات. هذه النصيحة نقول لكم حاجة، جميع الآباء وجميع الأمهات بالكم تضيعوا هذا المنبر التربوي، يعني واحد المنبر التربوي ضيعات، ولا تكنولوجيا هذه اللي ضيعاته، والوقت اللي رانا عايشين فيه ضيعنا هذا المنبر التربوي اللي ما كانش، الذي لم يكن في زمن آبائنا. لكن هذا المنبر أي واحد ضيعه يعاود يريكيبيريه، وأي واحد فيكم الآن يلقى بلي هذا المنبر راح له، نقول له بلي راك في خطر كبير. وشنو هو هذا المنبر؟ نقول لكم وشنو؟ الطابلة تاع الماكلة، الميدة. بالكم تضيعوا الميدة، إذا ضيعت الميدة يروح لك الرومبوان تاع الدار، يروح لك الرومبوان. شت الرومبوان لانفونتاري يندار في الميدة، شكي تكون قاعد مستحيلة تستبع، تجي تقول لك لا كاسكروت وخرج. ومن بعد كاين الناس يولوا يتباهوا بلي تسع، يقول لك على بالك عندي سمانة باش تشري ولد، ومن بعد زعما تقول شحال عندك؟ عندي اف 5. ومن بعد نفرحوا، يعني هذاك الضيق اللي كنا عايشين فيه بكري نقدر نقول لك هو اللي يخرج هذا الرجال. أن هذا اللي تساع وكلش كاين، وطيبت العدس ما حبش ياكل نقلي له البيض، وما يحبش ياكل البيض نقلي له البطاطا، وما يحبش ياكل البطاطا نعيط للفريزو يجي. هذا الطرطير هو اللي يخرج لنا هذا الجيل تاع الطرطير اللي رانا عايشين فيه. سمحوا لي على كلمه الطرطير. فالشاهد انه الان هذا المنبر التربوي لما تقعد ما نضيعش هذه الفرصه، نقعد واحد ما ياكل استناوني حتى نجي، حتى نجي وشنو انا نهبر نهار كامل، وكي نجي نلقاهم كاع كذا وقاعدين، وانا شغل رود بايل انا وحدي هنا تحطوني ناكل. لا لا نقعد معاكم انايا، نقعدوا في الطابله نقعد الان. لكن وجودك الان في مائده الطعام راح تدير انت الاحصاء اليومي، وش بيك يا ولد؟ شبيك هنا؟ يقول لك ضربت مع من؟ مع الاخر ضربني. وانت يا وش وانت علاش راك؟ لانه كاين اعراض مثلا تاع الادمان، دوك نتكلموا على اعراض الادمان. ولد ما يولي يهضر بزاف، ولا يسكت بزاف، ويدخل في العزله. انت وليدك كسايري، ومن بعد يقول لك الولد ولا يغيس ساكت ما يهضرش بزاف، ولا عاقل، ولا عاقل 20 سنه ولا عاقل. كاين مشكله الان، كاين مشكله، كاين تغير في الولد. هذا العرض هذايا يعني. لو كان انا ما رانيش نتبع في الولد نبدا نعرف بلي عندي مشكل. احنا ماناش نقولوا بلي ما تلجاش للمختص، لكن هذا المختص تلجا باش يعاونك في المشكله اللي انت اكتشفتها. اما الانسان دوك لما لقينا روحنا الان، واحد ما راه يقول لك البارح او قبل امس في المكتب جاني واحد على وليده، ومن بعد قال لي يعني بواحد الغضب، قال لي واحد ما قال لي سنوات، واحد ما قال لي، قال لي جات واحد المراه اللي قالت لي، قالت له نسقسيك راني حابه نقول لك بصح ما تزعفش وليدك هاوليك هاوليك. قال لي باش اكتشفت تماك؟ اكتشفت الولد. هذا لما رانا نعيشوا في مجتمع بلي واحد ما راح يقول لك، اذا واش لازم نكتشف؟ لازم نكتشف، لازم نقعد ونعمق العلاقات مع ابنائنا. هذه اول رساله نقولها الى المجتمع المدني. ثانيا رسالتي الى ابناء، الى شبابنا وابنائنا اللي مازال ما دخلوش في المخدرات، ايا نقصروا انا وياكم، نقصروا شويه فقط، نقولوا ما هو السبب في دخول المخدرات؟
يعني الان رانا نتكلموا مع الشباب، شباب صغار الان او طالع، وبعد نلقاو ما هو السبب باش يدخل المخدرات. نبداو نحوسوا عن الاسباب اللي تخلي الانسان والشاب والولد الصغير هذا في مرحله المراهقه وغير المراهقه يدخل في المخدرات. اول سبب من هذه الاسباب، انا حبيت ناخذ الاسباب ماشي غير من الكتابات، حبيت ناخذها من المدمنين. معناتها كي يجيني مدمن نقول له نسقسيك انت لاباس بك؟ مره جاني واحد، وهذا هو اول سبب، جاني واحد حاول الانتحار 5 مرات، كان في عمره 20 سنة، دخل في المخدرات، جاني في 25 سنة، هو من عائلة غنية يعني لاباس بهم. قلت له سقسيك ما هو سبب دخولك في المخدرات؟ قال لي حبيت نسيب. الفضول، الفضول، شفت الفضول؟ انك انت تحب الديكوبري. المرحلة تاع الشباب تاع ولادنا 16 17 15 واش يدير لهم؟ صار لك هذه المرحلة، على بالكم هذه المرحلة وشنو هي؟ مرحلة أن الولد هو طفل، ومن بعد ذلك حيدخل مرحلة الشباب. هذه المرحلة العالقة يولي هو يشوف روحه من الدلالي صغار يقول لهم يا سلام عليكم أنا رايح، ويحب يطلع لعند الكبار، نولي ندور مع الكبار. هذه المرحلة العالقة هذه هي المرحلة بين أنه ما راه ولد صغير، ما راه واحد كبير، يحب يعبر بها أنه يحب الاكتشاف. الحق الوقت ديالي باش نكتشف. فلما الولد اكرمكم الله يشد قارو بكري باش يشد قارو تحب له وين لازم يشدو دوك لا ليش على الولد حمته الكبير يقول له هاك. فلما يولي هو هذا الامر، هذه هي رساله اراه يمدها، هذه الرساله اراه يمدها باللي انا كبرت، انا راني كبرت، راني مع الكبار مانيش مع الدراري الصغار، خاطر هذا هو العنصر الذي يدل على انني من الراشدين. فالفضول، هذا الفضول هذايا وهو حب الاستكشاف. بماذا الانسان يستكشف؟ تبعوني مليح. اول تقنيه استعملها الشيطان، هذه اول تكنيك استعملها الشيطان باش ضل شكون؟ ادم عليه السلام. ادم او في الجنه مع حواء، الله عز وجل امره ان لا ياكل من الشجره، خلاص متفقين عليها خلاص. الشيطان الان دالو تكنيك وشنو هي؟ قال لك فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ واش دار؟ سمى الأمور بغير مسمياتها، تسمي الأمور بغير مسمياتها وبعد أنت تتشوق. قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ فهذيك الشجرة هي شجرة، صح الشيطان سماها شجرة الخلد. قالوا الحاجة لا يدخس، حاجة لا يدخس في الجنة كان يخس الخلد وربي ما قالوش راك مخلد. فقال له شجرة الخلد، شجرة الخلد، وهذا هو السبب اللي يخلي الآن الشاب كيجي راح يطلع وبعد يقول لك ندوق هذا الأمر، ندوق مثلا هذا النوع من المخدرات، علاش؟ تحب أنت تكتشف، لأنه الآن حتى في تسمياتنا الآن دائما أنا نوجه للمجتمع المدني لأنه في الغالب راكو حاضرين. لما يولي المجتمع المدني، لما نلحقوا الآن في التسميات، الآن نبداو تسمي يعني شجرة الخلد 2023 وين راح تبان؟ تبان بلي الانسان اللي يبيع ويشد الرشوة وش يسبوه؟ ها يقولوا لي الشباب يسموه نافيغي، شتي نافيغي؟ تولي تبان بلي شطارة، ما تبانش بلي معصية، زعما هذا نافيغي وانت في الخدمة ديالك، زعما يجيبوا لي رشوة ما نشدهاش، والاخر لا لا يعرف اللي فاكتوري كونفليهم ويدير بعد عنده، تبان بلي هو شاطر عليك. قال هذا نافيغي، شفت كلمة نافيغي؟ هذه هي الأمر. لما نجيو الآن إلى المجتمع المدني في تسمية الأمور بغير مسمياتها، لما نجيو الآن إلى المجتمع المدني ونلقاو باللي الإنسان اللي راه يدخل في عالم الانحراف، نسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا، يدخل في عالم الانحراف ويضرب بالموس ويدير ويدير، واش يعيطوا له؟ واش نعيطوا له حنايا؟ اصحاب الرجله لي زون، واش هادي لي زون؟ انت يا راك مشكله بالنسبه لي انا كان عندي ولي صغير نقول لك انت السبه، علاش انت السبه؟ انت اللي طبعتني، انت عطيتني مفهوم بلي الرجوله هذه هي، وبلي باش نكون راجل لازم ندير هاد الحوايج، لازم ندير اسم في الحومه، لازم ما نسمحش من حقي. فكون انه الانسان يسعى الى ان يضع له اسما في هذا الارض، ولذلك الان اول سبب من اسبابي وهو الفضول، حب الاستكشاف. الشباب تاعنا ولادي اسمعوني برك هذه الكلمه، على بالهم حب الاستكشاف كي انت الانسان يكون مشى ومن بعد عاود ولا ومن بعد يجي يقول لك بالك بالك تسي. خاطر شوفوا المشكله، المشكله
المشكله راهي في الحبه الاولى والجبده الاولى، ومن بعد تروح تداوي الاولانيه فقط. اي واحد بدا ودخل في عالم المخدرات اللي راح نمدوا له الرساله، المشكلته كانت في الحبه الاولى. نقولوا كيفاش دخلت في الحبه الاولى وكيفاش دخلت في الجبده الاولى، هذه هي المشكله تاعها. كيفاش انت كنت قاعد مع اصحاب ومن بعد قالوا لك اه دير هذا الامر، وانت قلت لهم لا لا، ما قال لك لا لا ما فيها والو سي، لانه هذه العبارات الشيطانيه لي تكنيك التقنيات الشيطانيه سي في صغرك باش ما تغلطش في كبرك. هذه اللي خلات الشباب يقول لك لا لا ما فيها والو، لكن انت تضمن لي بلي تكبر، تضمن لي بلي تشد روحك، ما راحش تشد روحك. هذا الفضول اللي لو كان تدخل انت شوف، لو كان نديروا تجربه، نعيطوا اي شاب اروحته غمض عيني افتح فمك ندير لك واحد الحاجه وبلعها، والله ما نقدرش، والله ما نقدر. علاش ما تقدرش؟ دير فيا الثقه، والله غير حاجه بلينه ما نقدرش. قول لي وشنو؟ شفت الانسان شغل كانه يحب يعرف واش كاين. تدخل عندي ماك تلقاها طيبه كاش ماكله، ما انا دائما ندي مثال بزعلوكه خاطر ما يعرفوهاش بزاف الناس. قال طيب تزعلوكه تقولها يما وشنو هادي، تقولك زعلوكه تبان شغل زعكه تقول تخافها، فهمت؟ يما وش هاد الكلمه هادي ديجا تخلع، فهمت؟ صافي تقولها ما تقولها وشنو، تقولك باذنجان فلفل، المهم تبدا تشرح لك تقول كل كل عباك. الام كي تحب وليدها تخليه ياكل تقول له كل ومن بعد تقول لي، خاطر باش ما خاطر على ما كنت تشرح له شويه على باله ما تحبش باذنجان، فالشاهد تقول له كل ومن بعد تقول لي، ما يديرش الشفيقه ماذا به يفصل. اذا انت واش راك تبلع؟ راك دير الفضول في حاجه انت ما تعرفهاش. بالعكس لو كان نقول لك شو هذه الحبه تسبب العمى، تسبب الجنون. والله البارح كنت في درت محاضره في ليفي، وبعد كنا نتكلموا الامام قال لي رحت الدليل حسين فزار المصلحه تاع الناس اللي فقدوا العقل اللي هبلوا من المخدرات. شباب قال لي ما شاء الله شباب ربي يبارك اهبل، وشحال من واحد جاني المكتب اهبل من المخدرات. فانت راك تشرب حاجه احتهبل، لانه الخلايا ما حش يتحملوا هذه السموم التي تتناولها.